مرحبا، معكم الدكتورة فرح أبو شرخ من برنامج تي بي بي، ورح نحكي بهذا الكورس عن أصناف دكتور سي تونا المميزة والشاملة لجميع مشاكل البشرة. ورح نبلش بلاين الكالندولا أويل، وهو الحل المثالي للبشرة الجافة والحساسة، واللي بيحتوي على البيو لبت تكنولوجي، الكالندولا أويل، الأفوكادو أويل والفيتامين إي. تمتاز جميع المنتجات في لاين الكالندولا بأنها خالية من الصبغات والبرابين، وبيعمل زيت الكالندولا على 1 ترطيب البشرة، 2 توفير الطبقة الواقية للبشرة، 3 تحفيز إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا لتعويض تلف الجلد والتقليل من الالتهاب بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد، 4 تخفيف الحكة والإحمرار والتشقق، 5 تعزيز مرونة الجلد وبمنع علامات التمدد قبل وبعد الحمل، وبيساعد على تخفيف الإحساس بالشد. ومنبلش بالأصناف المتوفرة من سلسلة دكتور سي تونا كالندولا أويل، وهي كالندولا فيس ووش، كالندولا فيس سوب، كالندولا أويل فيس تونيك، كالندولا أويل فيس كريم اس بي اف 15، كالندولا أويل، كالندولا أويل بودي لوشن، كالندولا أويل شامبو، كالندولا أويل بلسم، كالندولا أويل هاند كريم. ورح نحكي عنهم واحد واحد، ومنبدأ بالكالندولا فيس ووش 225 مل and soap 100 جرام، اللي بيحتوى على تركيبة مميزة لتنظيف وتغذية البشرة، مطورة بالفيتامين إي والأورجانيك كالندولا أويل. هاي التركيبة مصممة خصيصاً للبشرة الجافة والحساسة، بتساعد على التخلص من الجفاف والحكة المرافقة لتمدد الجلد، ويمكن استخدامهم كصابون للوجه أو صابون للجسم، أو طبعاً صابون حلاقة، مناسبين للرجال والنساء والمراهقين والأطفال. وبتم تصنيع هذا المنتج يدوياً وبدفعات صغيرة لضمان الجودة. الكالندولا أويل فيس تونيك 225 مل الخالي من الكحول بيعمل على إزالة الشوائب عن البشرة، وبفضل وجود الكالندولا أويل فهو بيعمل على ترطيب البشرة وحمايتها بنفس الوقت. طريقة استخدامه: بعد تغسيل الوجه بالغسول المناسب نوضع التونر على قطعة قطن وبنمسح فيه الوجه برفق مرتين باليوم. الكالندولا أويل فيس كريم اس بي اف 15 50 مل وبرطب بعمق وبغذي وبصلح البشرة الجافة والمشدودة والمتشققة، وبلطف من التهيج والحكة المصاحبة لتمدد الجلد، كمان بحسن مرونة الجلد وبساعد على حماية الجلد من الشيخوخة المبكرة. الكالندولا أويل 20 مل وهو عبارة عن 100% من زيت الكالندولا النقي، بيعمل كمضاد طبيعي للأكسدة، وله قدرة على تحفيز نمو خلايا الجلد، حل فوري لتهدئة البشرة المتشققة والستريتش سكن، بيعطينا ترطيب عميق وتغذية للجلد، بيلطف من التهيج والحكة المصاحبة لتمدد الجلد، بيرمم البشرة وبيعطينا إشاقة طبيعية. الكالندولا أويل بودي لوشن 225 مل تم تطوير اللوشن للجسم بالكالندولا للبشرة شديدة الجفاف ليعطينا ترطيب عميق ومكثف وراحة طويلة الأمد للبشرة، بيهدي البشرة وبقلل من الشعور بالشد والانزعاج والخشونة، سريع الامتصاص وسهل التطبيق والفرد على البشرة، تركيبته غير دهنية وغير لزجة. الكالندولا أويل شامبو 225 مل مصمم خصيصاً لفروة الرأس الحساسة والجافة اللي بتعاني من الحكة، بنظف وبلطف وبحمي الشعر وفروة الرأس وبخفف من الجفاف وحكة فروة الرأس وبرطب الشعر. الكالندولا أويل بلسم 100 مل برطب البشرة وبصلحها وبخفف من التهيج ويحسن رطوبة البشرة، مصمم خصيصاً لتقليل مظهر وحجم وشدة الستريتش ماركس، وبيستخدم أيضاً للوقاية من تكون الستريتش ماركس، وبيساعد على تخفيف الجفاف والحكة المصاحبة لتمدد الجلد، كمان بيحمي من حروق الشمس. كالندولا أويل هاند كريم 75 مل بيوفر الراحة فعالة للأيدي الجافة والمتشققة والخشنة، بيلطف من التهيج والحكة وبيساعد البشرة على تجديد الخلايا السليمة بفضل وجود الفيتامين إي، تركيبته سهلة الامتصاص بترطب وبتنعم الأيدي الجافة.
وهيك خلصنا لاين الكاليندولا. خليكم معي بالفيديو الجاي لنحكي عن لاين الاكتيفيتد شاركول.